تعال نروح نشوف ترتيب المجموعات. يلا نشوف مع بعض ترتيب المجموعات ومين المنتخبات اللي ضمنت التأهل. افكركم مره ثانيه، 6 مجموعات، هيتأهل الاول والثاني من كل مجموعه مباشره لدور ال 16، وهيتم اختيار افضل 4 توالت للمشاركه مع ال 12 منتخب. يبقى اكتمل هنا ملامح دور ال 16. المجموعه الاولى المانيا طبعا صدرت المجموعه برصيد 7 نقاط، وسويسرا في المركز الثاني ب5 نقاط، و المجر في المركز الثالث، المجر في المركز الثالث، اسكتلندا المركز الاخير، واسكتلندا باي باي المركز الاخير. اسكتلندا ودعت يعني طبعا على خلفيه المجموعه دي، حصل اشتباكات وضرب ورجعونا عنيف جدا. طيب هو جمهور اسكتلندي مازال جمهور عنيف بصراحه. طب نروح للمجموعه الثانيه. مجموعه الموت بصراحه. اسبانيا بتاتي في الصداره طبعا بالعلامه الكامله، 9 نقاط وكلين شيت، وده رقم مميز في لاسبانيا في دور المجموعات. الفريق الوحيد اللي قدر يطلع بكلين شيت في الـ3 مباريات. في المركز الثاني طبعا ايطاليا بـ4 نقاط وضمن الصعود كتاني للمجموعه. كرواتيا طبعا والخروج الحزين والنهايه الغير متوقعه طبعا لوكا مودريتش طبعا بعد اهداره ركله الجزاء. وخلينا نقول ان كمان على ذكر المجموعه دي، ان دونا روما عامل واحده من اعظم المستويات اللي ممكن يقدمها حارس مرمى على مدار التاريخ. دونا روما عامل كل حاجه، يعني يمكن الكل تابع مباراه عمره ما كان مقنع بالنسبه لي دونا روما. لا ولكن حتى انا زيك بالظبط. بص يا احمد، خلينا نقول ان هو لو حارس جيد بس ما هوش عملاق، بس في البطوله مستواه في البطوله يعني ما ينفعش تقول مثلا انه بوفون او انه حارس في نوير او انه حتى الان هو افضل حارس في البطوله حتى الان. لا يعني مفيش حد عمل مستوى اعظم. ما عنديش مانع انه يبقى افضل حارس بالبطوله، لكن حتى الان برضه ما اقدرش اصفه بانه حارس عملاق. يعني الضجه اللي صاحبت دونا روما او حتى في انتقاله من بي اس جي للميلان ما كانتش تتناسب مع امكانيات هو حارس كبير. يعني هي كانت بداياته بتقول ان هو رايح لبوفون يعني، وكان مشروع، ولكن احنا بنتكلم بلغه يعني الارقام في البطوله. حتى لو تفتكر كيلور نافاس قبل قدوم دونا روما كان افضل بكتير جدا من دونا روما. طيب نكمل بقيه المجموعات. احنا طبعا كرواتيا باي باي، ودي قلنا مفاجاه البطوله. كرواتيا طبعا ونهايه حزينه لانه ما فيش فرصه انها تبقى حتى من افضل التوالد. البانيا طبعا في البانيا برضو المركز الاخير. المجموعه دي ما صعدش منها احسن توالد. نروح للمجموعه الثالثه. طبعا المجموعه الثالثه مجموعه انجلترا، وانجلترا بيقدم منتخب انجلترا الحزين بتقدم حقيقة. كالعاده مش كالعاده أو مش يعني مش مقنع. هي افضل واحد من افضل سكواد اللي موجوده في البطوله. هو مش المنتخب، هو ساوث جيت. هل القصه ساوث جيت؟ لا مش ساوث جيت. هو ساوث جيت طبعا عنده مشكله مع المنتخب الانجليزي، لكن لو بصينا دايما لتاريخ المنتخب الانجليزي دائما كل ما نيجي. طب خلينا نشوف الترتيب الاول وهنرجع لانجلترا. انجلترا في المركز الاول برصيد 5 نقاط. الدنمارك في المركز الثاني 3 نقاط، وطبعا سلوفينيا في المركز الثالث وصعدت يعني من احسن توالد. سلوفينيا واحد من المنتخبات اللي اتاهلت لدور ال 16 كافضل توالد، ثم صربيا في المركز الاخير. باي باي. طب احنا عايزين نقول حاجه على المجموعه دي. طبعا انت عارف ان في سابقه لاول مره بعد تساوي سلوفينيا والدنمارك في عدد النقاط وعدد الانذارات وعدد الاهداف المسجله وعدد الاهداف المستقبله، تقريبا لاول مره حادثه بتحصل ان الدنمارك وسلوفينيا يتساووا في كل شيء تقريبا. فالويفا عملت لجأت لان او لقوا اكتشفوا ان المدرب المساعد لمنتخب سلوفينيا تلقى انذار في احد المباريات، وده ادى افضليه للدنمارك للصعود على حساب سلوفينيا. يعني سلوفينيا نزلت من المركز الثاني للمركز الثالث علشان انذار ناله المدرب او حصل عليه المدرب المساعد للمنتخب. يعني واحده من الحاجات اللي طبعًا بيتكلم عنها الصحف العالميه كلها النهارده يعني. صحيح. نروح للمجموعه اللي بعدها. وصلنا كده المجموعه الرابعه. اتفضل يا احمد او بلال. المجموعه الرابعه يعني النمسا طبعا اتصدرت المجموعه وفي واحده من مفاجأة البطوله طبعا مع منتخبين من العار الثقيل كبار جدا، وهولندا وفرنسا وبولندا. فرنسا 5 نقاط وهولندا، وطبعا بولندا وعايز وهولندا تأهلت بس كأفضل ثالث طبعا. كأفضل ثالث وبولندا ودعت ليفاندوفسكي باي باي مع فرنسا، اهدر ركله جزاء. ارناتوفيتش برضه قصه وحكايه وروايه الحقيقه. ولد يعني لعيب بصراحه من اللعيبه اللي الستايل بتاعهم طبعا نجم النمسا اكيد. وعلى ذكر طبعا النمسا، يعني احنا بنقول للساده المشاهدين بنفكرهم ان افضل ترتيب حصلت عليه النمسا في تاريخها كان بقياده مارسيل كولر. انت عارف ان هو قاد النمسا للمركز العاشر على مستوى رانكينج على مستوى العالم. ده مارسيل كولر وقت ما كان بيتولى طبعا تدريب منتخب النمسا. ورانجليك رالف رانجينياك اكس مانشستر يونايتد المدير الفني اللي كان تولى مانشستر يونايتد، واحده من اسوا فترات مانشستر يونايتد، بيقود طبعا النمسا في هذه البطوله للصداره. يلا. ومفاجاه كبيره طبعا. طبعا مفاجاه تصدرها المجموعه على حساب فرنسا وهولندا والاثنين من المنتخبات الكبيره. اعتقد حصان اسود البطوله النمسا بلا نقاش. نروح لماتشات النهارده اللي هيتحسم ترتيب المجموعات الخامسه والسادسه بناء على
نتائجها وافكركم بماتشات النهارده. عندنا سلوفاكيا رومانيا، اوكرانيا بلجيكا، مجموعه الخامسه، الماتشات دي هتتلعب الساعه 7 بتوقيتنا، وتشيك تركيا برضو واحده من الماتشات اللي بلال متحمس ليها جدا بالزبط. وجورجيا والبرتغال 10 بتوقيتنا هنا في القاهره. وتعالوا نشوف قبل المواجهات الحاسمه اللي هتحدد ترتيب المجموعات النهائي، مجموعه الثلاث نقط النهارده. يعني انت عارف ان سلوفاكيا ورومانيا واوكرانيا وبلجيكا الاربع منتخبات عندهم الثلاثه ثلاث نقاط طبعا، واحده من المجموعات القويه على مستوى النقاط طبعا. اهو رومانيا بتيجي في المركز الاول، بلجيكا بعد كده، سلوفاكيا واوكرانيا في المركز الاخير. ده الترتيب طبعا اكيد الاهداف والبطاقات الصفراء على مستوى المواجهات النهارده. في مواجهه قويه جدا على ارض الملعب، اوكرانيا وبلجيكا. بلجيكا المنتخب هما المواجهتين الحقيقه قويين، لان كل دي المجموعه الوحيده التي لم يتاهل منها احد ولم يقصى منها احد. المستوى كله متقارب، يعني اداء الاربع فرق شبه بعض جدا في فبالتالي ماتشات النهارده اكون او لا اكون وبالمناسبه يعني لو الماتشات ماتشين النهارده انتهوا تعادل، الموقف هيبقى معقد جدا في المجموعه دي. هتبقى لكل المنتخبات اربع نقاط وهيبقى كده فيها افضل توالت. خلي بالك لانها هتاثر على التوالت اللي صعدت امبارح لو انتهى يعني كده لو انتهى التعادل يبقى اوكرانيا باي باي. لا ما هيبقى كله عنده اربع نقاط، ولكن المركز الاخير في المجموعه هيخرج اللي هي هتبقى اوكرانيا، ونتمنى لها الخروج ان شاء الله. بس انا اتوقع ان اوكرانيا تصعد. عارف ليه طبعا؟ تتوقع اوكرانيا تصعد؟ ليه بقى؟ اتفرجت على اوكرانيا، اوكرانيا قدمت مباراه كبيره جدا 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 امام منتخب رومانيا وخسرت، وقدمت مباراه كبيره جدا امام منتخب سلوفاكيا وكسبت بعد ريمونتادا كانت خسرانه وكانت تقدر تكسب اكتر من 2-1. اتفرجت عليهم، عندهم لعيبه كويسه جدا وعندهم سرعات. انا بشوف نسخه اوكرانيا نسخه مميزه جدا في اليورو دي، واتوقع ان هم يقدموا مباراه كبيره النهارده قدام منتخب بلجيكي. تمام، نروح لاخر مجموعه، المجموعه الخامسه، ودي هيكون عندنا بتوقيتنا هنا 10 مساء التشيك في مواجهه تركيا، مواجهه مهمه جدا وقويه جدا. والبرتغال اللي ضمنت خلاص التاهل في دور ال 16 في مواجهه جورجيا. طبعا المجموعه فيها برضو فيها فرق بتلعب كوره، وبرضو يعني الاربعه يعني الاربع فرق يملكوا طبعا البرتغال تأهلت، لكن انا اقول الثلاث منتخبات اللي بعدها كلهم عندهم امل في الحصول على بطاقه البرتغال. كمان عنده منتخب البرتغال عنده رقم مميز ان اللي بيصعد للمره السادسه تقريبا تواليا على التوالي لدور او للمواجهات الاقصائيه في تاريخ اليورو. يعني يمكن ده المنتخب الوحيد اللي عمل كده. النهارده طبعا المجموعه الاول قبل البرتغال بتاتي في الصداره طبعا 6 نقاط من مباراتين، تركيا 3 نقاط خساره ومكسب. المركز الثالث طبعا التشيك في المركز الثالث نقطه واحده، وجورجيا في المركز الاخير ايضا بنقطه واحده. طبعا مباراه قويه جدا بين تركيا وبين التشيك النهارده، لو قدر احد الفريقين ان هو يفوز مع خساره البرتغال هتتعقد الحسابات، ممكن حد يصعد اول على حساب البرتغال لو في فريق اهداف كبير بالظبط. البرتغال مستحيل تخسر يعني. يعني انا بنتكلم لو احنا برضو بنتكلم لسه حسابات المجموعه يعني قائمه، ومواجهه قويه طبعا بين جورجيا والبرتغال. وعلى ذكر حراس المرمى، حارس مرمى جورجيا عمل مباراه كبيره جدا المباراه الماضيه طبعا، واتوقع ان هو هيعمل مباراه كبيره امام البرتغال الا لو كان لكريستيانو رونالدو راي اخر يعني.